وبالطبع يمكننا أن نتحدث عن ما نراه في هذه الأحداث الجارية وما يحدث. وأريد أيضا الشكر الجميع على المشاركة وبالخصوص رئيس الوزراء القطري على ما يقدمه وما يحاول عمله لإيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. شكرا لك سيادة رئيس الوزراء على ذلك، وأيضا بشكل فعال لإرسال الرسائل التي نراها، وأيضا العمل على إيجاد الحلول لوقف إطلاق النار وإطلاق المحتجزين. وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها في هذا الصدد، وما كما تعلمون أن الرئيس بايدن يحاول الآن العمل مع جميع الدول للعمل على حل للجانبين. وأيضا لقد أحرزنا بعض التقدمات في الأسابيع الماضية، فكما ترون هناك بعض الأحداث التي نعمل عليها، ولكن ذلك ليس كافيا. وكما ترون حولنا هناك المزيد من التصعيد، وأيضا يجب علينا إيجاد حلولا فعالة وسريعة لمواجهة هذه التصعيدات. وبالنهاية كما ترون نعمل معا جميعا لإيجاد الحلول في هذه الأيام القادمة بالنسبة لإسرائيل وفلسطين، فنعمل على ذلك لإيجاد الحلول. كما قلنا هناك بعض الصعوبات التي نواجهها، ولكننا نستمر بالعمل على ذلك جنبا إلى جنب ومعا. وهناك بالطبع بعض الصعوبات التي نواجهها، ولكني أستغل هذه الفرصة الآن لأطلعكم جميعا أننا نعمل على ذلك في هذا الصدد، ونركز أيضا على كيفية مواجهة التهديدات التي نراها على الصعيد العالمي. وأيضا العمل على ذلك، وكما قلنا إيجاد العقول، وهذه هي كيفية إجراء الأمور وإدارة الأمور. وأيضا وما نراه في هذه الأحيان لنعمل على إيجاد حلول للأمور المتعلقة من جميع الأطراف وعلى الصعيد العالمي. كما ترون لقد رأينا العديد من التهديدات من جميع الأطراف، وما وكما تعلمون نحن في إدارتنا نعمل على مجابهة هذه الأمور على الصعيد السياسي والعسكري، وأيضا ذلك لحماية جميع الشعوب والأمم.
فيمكننا وفي نهاية الأمر أريد أن أقول أننا عملنا بجد في الأشهر الماضية لإيجاد حلول فعالة للعمل على ذلك، العمل على الحد من التصعيدات والعمل على ضمان الأمن للجميع والعيش في سلام للجميع. فهناك العديد من القيم التي يجب علينا أن نتمسك بها في ذلك ونعمل عليها ومعا ونوحد جهودنا في ذلك. شكرا لكم.